آيات الحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، فيرسل عليكم حفظه ويرسل عليكم حفظه، وما أنا عليكم بحفيظ، إن ربي على كل شيء حفيظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحفظناها من كل شيطان رجيم، وكنا لهم حافظين، وربك على كل شيء حفيظ، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، فما أرسلناك عليهم حفيظا، وعندنا كتاب حفيظ لكل أواب حفيظ، وإن عليكم لحافظين، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، إن كل نفس لما عليها حافظ.